السلام عليكم ورحمة الله الزوج في اللون. عصابة ولاد الحرام ماهيش رايحة تتربى، ما تترباش. العصابة هذه عندها مشكل مع نفسها، تكذب وما تقدرش تقنع روحها بما تكذب به، تقدرش تقنع نفسها بعد بشي لا تكذب به. كيفاش تحبها تقنع الشعب بأكاذيبها؟ أنا اليوم شوفوا، كان أحد قنوات الحرايمية، القنوات تاع العار، تبث على صفحة الفيسبوك وتخبر تقول لك التلفزيون العمومي سيبث اعترافات إرهابيين خططوا لعمل مسلح داخل الجزائر بمساعدة من الكيان الصهيوني ودولة من شمال إفريقيا. دولة من شمال إفريقيا شكون؟ موريتانيا زعما؟ لا، تونس، بالكش ليبيا. الله ينعم عليكم ويخزيكم يا ولاد الحرام، مرضكم المغرب إلى هالدرجة هذه؟ خلكم ما ترقدوش المغرب هذا وهو موش سمع بيكم؟ يعني شوف الكيان الصهيوني والمغرب ومتعاملين يعني متفاهمين ومستخدمين جزائريين إرهابيين باش يقوم بعمل مسلح. يعني انتم يا ولاد الحرام فاشلين، مخابراتكم فاشلين، أجهزة مكافحة الجوسسة فاشلين، الأجهزة الأمنية تاعكم كامل من شرطة وجدارمية ومخابرات فاشلين. تخلوا يهود إسرائيليين يدخلوا الجزائر ويجندوا لكم ناس ومعهم المغاربة ويجندوهم ويسلحوهم ويخطوا لعمل مسلح، ومن بعد ما زعمت يقوا بهم ما يروحوا تخرفوا. ما دام دخلوا لكم ستير ميني، ما دام خدوا لكم حدود مغلوقة جوا بحرا أرضا كلش مغلوق، هيا روح احكوا في جهة أخرى. ما تحشموش ولا ما تحشموش، تبهدلوا في رواحكم نهار كامل. واحد ما قدرتوا تقنعوه، لا دواليد ولا حاطين المقا الإرهابيين، إرهابيين الماك هام يديفلوا لكم 50,000 واحد في فرنسا في باريس، 50,000 يديفلوا. نورمال نقطع العلاقات مع فرنسا، أقطع العلاقات الدبلوماسية ياشيش، لو كان ديفلوا في الرباط ولا في دار البيضاء هاد 50,000، واش كنتو ديروا؟ توما قاعدين المغرب يهادن فيكم، والمغاربة السلطات المغربية مازال ما فهمتش باللي أحسن معاملة مع عصابة ولاد الحرام اللي تحكم في الجزائر هي مبدأ أضربوا يعرف ما ضربوا، يزهم يضربوا هذه العصابة بطريقة أو بأخرى. كيش يضربوهم؟ قال تتهمهم باللي ساعدوا الماك، ساعدوا الماك يا دين الله، سبحان الله، وعلاش ما تساعدوش الماك؟ ساعدوا رشاد وعلاش ما تساعدوهاش؟ ومتهمين ساعدوا المعارضة يا سي وعلاش ما تساعدوهمش؟ انتوا متهمين، تهموكم بلي تخطوا لأعمال مسلحة إرهابية في الجزائر. مي هادو التافهين إلى درجة عمرنا ما شفنا، ما بقاتش دولة جزائرية كيعادوا فيها ولاد حرام تافهين. هادو ولاد حرام تافهين، سون ريديكول هادو. ودولة من شمال إفريقيا وجيران من شمال إفريقيا جاو في الغرب الجزائري. يا أخي حالة يا أخي، ما تحشموش. شوفوا هذا، ها يعني كل يوم تعطونا فرصة باش نضحكوا عليكم وباش نفضحوكم وباش نكشفوكم ونكشفوا عيرانكم ونكشفوا الآخر هاي ديك، ونزلوا نلعنوكم ونخزيوكم ونسبوكم ونسبوكم والديكم لأنكم تبهذلوا بينا، تبهذلوا بينا، راكم تبهذلوا بالجزائر. ما دمنا جزائريين أحرار نرفضوا أن يجوا ناس تافهين، ناس جبانة يسيطروا على بلادنا ويفضحوها ويبهدلوا بينا، نبقى ونسبوا فيكم ونفضحوا فيكم ونشتموا لكم والديكم ووالدين والديكم.
فوالا، لانكم ما كنتمش رايحين تحشموا، ما كنتمش رايحين تحشموا. كيفاش هذا يا جايك من اسرائيل من طرف الدنيا جاي يخطط لك عامل مسلح وكان ارهابيين؟ وين الارهابيين وين راحوا؟ ما نسيبهم لا في السجن لا في كدا، هاي وروهم لا في السجن. هذاك ابو قدح ولا ابو دحدح وهذوك الاخرين وين راهم اللي جبتوهم؟ ظلوا تجيبوا فيهم ولا يبقى في كانت عنطر. والله همي يضحك وهمي يبكي. سبحان الله، شوف وين المخابرات الجزائرية وين طاحت بها، وين طاحت بها المخابرات. أنا انتميت إلى جهاز الأمن الجزائري وأفتخر لما كان جهاز أمن جزائري دكدوك، ما كانش يجيب لي حكاية الإرهاب واعترافات إرهابي واعترافات كذا، وأنه المغرب راح يضربنا والمغرب راح كذا، دايرين كي الهجالة يا ولاد الهجالة يا ولاد الهججل يا ولاد الحرام. ها كل يوم تبكي وكي الهجج قال أو الجاري يتحرش بيا، أو هذاك باغيني، أو هذاك حاب يديرني هكذا. تحشموش تحشموش يا ولاد الحرام، ماكمش رايح تحشموا شويه على رواحكم؟ سبحان الله، قال للتلفزيون العمومي سيبث اعترافات ارهابي. هذا مخدوم في الكازينة، باينه كل حاجه تندار تخدم في كازينة. التلفزيون العمومي مخدوم بدراهم الشعب الجزائري، بدراهم الخزينه العموميه، ما تجوش انتوما العسكر تخلطوا فيه. نورمالمون هكذا، انتم نوصل من عسكر تسرقوا دراهم الشعب باش تروحوا تشروا السلاح وتجوعوا الشعب، ومن بعد هذوك دراهم السلاح هذوك تبزنسوا بهم، تديوا تشيبا ديالكم، سمعت، تديوا تشيبا ديالكم وتحطوهم في الخارج وتجوعوا الشعب وتدفعوا الشعب الحرقه. يا ولاد الحرام، شكون اللي راه يدفع الشعب الحرقه؟ المغرب. المغرب الدولة من شمال افريقيا راهي هي اللي دفعت 15,000 جزائري حراق من بلاد البترول والغاز والحديد وخير والخيرات. ها 15,000 جزائري حرق ما بين جانفي وسبتمبر يا ولاد الحرام. المغرب اللي هجرهم، قولوا المغرب اللي هجرهم. تاد سترو فضحتو فضحتو كثرتو. الغازون تاع تشاكر ماهوش مليح. المغرب والاستاد الاخرين، المغرب ثانيه ولد الحرام. ايبا خلوا المغرب يحكم فيكم مادا المغرب قادر يدير هك، ايبا سلموا روحكم للمغرب. سبحان الله، هذه هجره، هذه الشعب جاء. الاكسجين ما كانش في سبيطارات المغرب، الاكسجين ما كانش، الماء ما كانش في روبينين المغرب، الخبز ما كانش المغرب. سبحان الله، تحشموا شويه على رواحكم. توما ما درتو، توما لاباس، عرفتو ملايكات. شكون اللي هلك البلاد هكذا؟ المغرب. شكون اللي سرق الاموال تاع الشعب؟ المغرب. شكون اللي المالك يملك في العقار؟ المغرب. شكون اللي شرى التيرا تاع تيراغونا 6000 متر مربع باسم نزار؟ المغرب. شكون اللي شرى البارتما 98 متر مربع في برشلونه الولد نزار؟ المغرب. خي ولاد حرام يا اخي، خي ولاد حرام يا اخي. الله ينعلكم ويخزيكم، الله لا يرحم لكم والدين ان شاء الله، لان والديكم ولاد حرام جابوكم انتم هكذا. سبحان الله، ربي قد الخير بلادنا وربي بعد عليها ولاد الحرام قد ما بعد السماء على الارض. السلام عليكم ورحمه الله.